بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، مساكم الله بالخير من مكتبي في الرياض. يشرفني جدا ويسعدني كثيرا ويسعد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اللي نحن فيها هذا المساء أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة في افتتاح هذا المؤتمر النوعي، المؤتمر المختلف، المؤتمر المميز. مميز لأنه يقوم عليه مؤسسة مميزة جدا وقريبة إلى قلبي شخصيا وإلى كل الممارسين الصحيين. هذه الأكاديمية فتحت العقول، دخلت البيوت، نورت حقيقة يعني فضاءنا بالعلم والفوائد وكل ما يهمنا نحن كممارسين صحيين وكطلبة علم. إن شاء الله تكون الأيام القادمة أجمل وأروع وأغنى بكل خير وفضل. بلادنا تمر بتحول عظيم تقوده رؤية خلاقة، رؤية لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا وبلادنا العظيمة، يقودها ملك عظيم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد في رؤية ملهمة لنا جميعا. هذه الرؤية من أهم محاورها أنها مبنية على العصر الرقمي، وتستثمر في الرقمنة والمعلوماتية في نشر أهدافها وتحقيق مستهدفاتها. كما تعلمون نحن الآن في العصر الثورة الصناعية الرابعة، بل الناس تتحدث الآن عن الثورة الصناعية الخامسة. هذه الثورة الصناعية مبنية أساساً على فتح الأبواب وعلى مشاركة المعلومات وعلى البيج ديتا وعلى استثمار ما نعرف لبناء المستقبل. وبالتالي تأتي دور هذه الأكاديمية وهذا المؤتمر محورياً في هذا المجال. نفس الشيء، الجودة 4.0 مبنية على نفس الشيء، مشاركة المعلومات، على الشفافية، على الوضوح، على إنهاء عصر إغلاق كل مؤسسة بابها وعمل دورها بشكل منعزل عن الآخرين. نحن في عصر الانفتاح وعصر الشفافية، فيأتي هذا المؤتمر يعني تماماً في صلب هذه الثورة وفي صلب هذه النظرية الجديدة للجودة. أشكر الأكاديمية شكراً وافراً، أشكر قائدها الموفق الدكتور خالد وفريقها الرائع، تعلمت منكم كثير، وفي كل مكان ألتقي بكم حقيقة أبهر بإنجازاتكم وبفكركم وب التحديات التي تواجهونها. أشكر كثيراً كل من شارك في إعداد هذا المؤتمر، اللجنة العلمية، اللجنة التنظيمية، أشكر الشركاء جميعاً، المركز الوطني للمعلومات الصحية، الجمعية المعلوماتية الصحية، مجلة الجودة الصحية، وكل من شارك في هذا المؤتمر. أشكر كل من يشاهدني الآن، كل من يسمعني الآن. وجودكم هنا الآن في هذا الوقت يدل على نيتكم الصالحة المخلصة، يدل على شغفكم لطلب العلم، يدل على حبكم لوطنكم وحرصكم على تنميته وتطويره. أنا سعيد جدا بمحاور المؤتمر، أتمنى لكم يعني مؤتمرا مليئا بالفوائد والمتعة وتحدي السائد، تحدي المعلومة التي تعودنا عليها، والخروج من دائرة المألوف إلى دائرة التحدي، إلى دائرة القلق نوعا ما، إلى دائرة الخطر، إلى دائرة
استشراف آفاق جديدة. بسم الله وعلى بركة الله نتوكل على الله ونعلن افتتاح هذا المؤتمر بفضل الله وبركته، وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله أتمنى لكم مؤتمرا رائعا.